يا اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا سمعوني الزقفه بس عشان ما الم... نظبطش نغني اكثر من هيك طب خلونا نكفي يعني أنا يعني المقدمه اصحاب من جديد معنا خالد وهبه العسل بس عمر مو موجود بس <تصفيق> موجود. <تصفيق> 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 موجود وين؟ من هالعين ومن هلا بقلوبنا موجود هيكم دفتر اليوم انا لا اليوم خالد مصمم خليني احكي بدي يا عمر عمر احكي معي <applause> مثل ما وعدناكم في مواضيع وفيديوهات وضيوف وتحديات ومعلومات واخبار على الساحه خليكم متابعينا لتستمتعوا بحلقتنا لليوم برعايه شركه زين عالم جميل خلينا نروح نتعرف على مواضيع اليوم من الاصعب حلقه اليوم رح نعرف كيف نتعامل مع المواقف الصعبه مع المعالجه النفسيه ضحى العوامله ومن الحب ما قتل في ضحايا الملاعب ورح نروح نشتري لبسه بس ب 20 دينار ذا لوك فور ليس معي انا دانا. سمعتوا عن الموقف البطولي تبع طالبه الصيدله اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي؟ سمعت بس أحكي لك اياها هذه يا سيدي العزيز في طالبة صيدلة كانت في الباص متجهة على كليتها في مرج الحمام وإذ به بتشوف شخص أو رجل فاقد الوعي تمام تنزل البنت وبتحاول إنها تنقذ الشاب اللي فاقد الوعي لحتى أنقذته وهي أصلا كانت رايحة على الجامعة يعني وشافت الموقف ونزلت وساعدت الرجل نزلت من الباص اه وساعدته حتى قبل ما صحي يعني مش بس هيك ضلت تستنى معه قبل ما وصلوا الدفاع المدني ولما وصلوا اخذوه وصارت اموره تمام والله ففعلي... عن جد كفو بتعرفي شيء موقف صراحه خرافي جد يعني شيء صراحه إيه؟ شيء اللي عملته مش موقف بطولي بس موقف يعني مو اي حدا بيعمل كفاءه صح بس مش هسه اي حدا يروح يشوف حدا على الارض تروح تنقذه. تنقذ. لا مو هلا إيه في فكره انه إيه. ركز معي وهي فاهمه بتدرس صيدلة بتعرف كيف وضعيته تخصصها يعني بتخصصها وضعيته هيك مش م. انت فجاه تشوف يلا مش عارف ايش إيه. والحكمة حكمة بتحكي في المواقف بظهر الأصدقاء في المواقف هاي الصعبة وفي الشدائد يظهر الرجال في الأحزان يظهر المنسيون وفي الأفراح يظهر الزائفون في الغضب تظهر التربية مزبوط صح, صح. شو حكم والله يا خالد شو بيطلع منك اصبري علي انا بقول لك جايب الدفتر بس الدفتر <applause> <applause> هو <applause> شوي يعني كاتب كم من نقطه معينه اي والله يا خالد صراحه كنا بنتعرض لهيك امور بكون عن جد نحن بحاجه شخص يكون معنا سند بحياتنا يعطينا قوه يعطينا طاقه لحتى نقدر نتخطى هيك مواقف ولا لا صح صح يعني كل واحد اكيد كمان مر بمواقف صعبه اكيد ويعني صار معاه قصص بحياته وكان بحاجه هذا الشخص صراحه يا سلام الله كلهم. يا الله انت انت اليوم كثير متحسس مع اللبسه والله ما اعطيتني ما اعطيتني شو رايكم اللبسه ما اعطيتني اعطيتني طيب, طيب. طب تعرضت لاي مواقف ولا لا؟ كلنا متعرض انا تعرضت يعني يعني عندي هيك حابين تشاركوا أنا, انا عندي موقف خلي خلي هبه يلا اسمع عندي موقف بس هذا بالسفر بحكي لك فعليا بالسفر بتعرف اصحابك بالذات السفر بس انا بالسفر والفلوس كمان ما لحدا اه خلص <تصفيق> <تصفيق> بس انا بهذا الموقف عرفت حالي حسيت اكثر لانه الموقف اللي تعرضت له تعرضته مع نفسي يعني مش مع حدا هذا يا سيدي العزيز انا رحت ادرس في موسكو زي تبادل طلابي لانه انا كان تخصصي روسي تمام فقررت اني اسحب حالي واروح على روسيا اخذ لغه حلو انا سحبت حالي ورحت على روسيا بس <applause> اخذت كل اللغه ما اخذتها الا بس اللغه يعني اللي راحت صح المهم وصلت طبعا انت بتعرف هون بنفكر البرد تبع روسيا نفس بردنا فلابس البوت <applause> <باعت> تبع الشتاء عندنا ابرد اه والجاكيت طبعا وعندنا الجاكيتات هاي اللي خفيفه على شوي مش زابطه يعني لموسكو المهم وصلت موسكو قرروا الجروب اللي معي انه احنا هلا بدنا نروح على الساحه الحمراء اللي هي المعلم الموجود في في موسكو م. اكبر معلم او اشهر إيه. معلم نحكي لما حكيت لهم انا جد مو قادره انه تعب وترانزيت ولا بعدين لموسكو موسكو م. فكانت متعبه قرروا انه خلص لا بدنا نروح على الساحه الحمراء حكينا يلا سرينا المهم لما وصلنا الساحه الحمراء كانت درجه الحراره تقريبا سالب 18 يا حبيبي انا بكره البرد بطريقه يعني مخيفه تمام؟ فحكيت لهم شباب صبايا ضلوا إنتي بالساحه الحمراء انا ساحبه حالي ومروحه تمام؟ لا يا هبه خليكي معنا كيف بدك تروحي ما بتعرف قلت شو بدي يصير في الطريق؟ راح اركب المترو تمام؟ آه. واحكي لهم متعودين على المترو متعودين على المترو متعودين على المترو بركب هالمترو بشوف على وين المكان وبضلني ساحبه. المهم متاكده يا هبه متاكده سحبت حالي ورحت على المترو وانا كنت لسه يعني بالروسي مو كثير ما بعرف اقرا ولا احكي كثير بيسحبني المترو ساعة ساعتين ثلاث صارت الساعة 12 بالليل والمترو طبعا سكر وهلا انا لازم اطلع برا المترو طيب بدي افتح اللوكيشن تليفوني طفى من البرد انتم متخيلين انه من شدة البرد تليفوني طفى صرت هيك احك فيه عشان اساس انه يصحى انت ما بيصحى كثير فلينجر ولا فلينجر ايوه بكون بالظبط أحاول, احاول احاول على الفاضي المهم طلعت من المترو رحت بدي ايش اركب الباص واركب بالباص ساعة ساعتين ثلاثة يلف في انحاء موسكو ولا اعرف الطريق بعدين قعدت بالشارع ضليتني افكر 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 وما رضيت افتح التليفون افكر طيب يعني انا هلا شو بدي اعمل خلص انا ضعت باكبر عاصمه في العالم وانا مو عارف شو اتصرف حكيت شو بدي يصير لي يعني خلاص ما يعني ما بكيت او مثلا انه تضايقت حكيت خلص شو بدي يصير لي يعني بعدين قعدت أفكر, افكر 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 حكيت انا ليه ما اخذ تاكسي واحكي له اسم الجامعه واوصل المكان بدون بدون كل هذا العناء وفعلا ركبت تاكسي حكيت على الجامعه الفلانيه واخذني على السكن لانه سكني جوا الجامعه وصلت بس فاهم الموقف انت ما فكرت ما تداركت <applause> الموقف ببدايه ممكن مخي كان متجمد تعرف ممكن, <applause> ممكن مخي, <applause> مخي مخي من البرد كان متجمد <applause> ما فكرت فيها فهي من المواقف اللي صعبه بنفس الوقت تعلمت منها سرعه البديهه ممكن يعني الساعه 2 الفجر هاي صورة بديل رو اه روحت لقيتهم آه. وهي ما مفقوده كانوا ينزلوني يمكن على الاخبار مفقوده فتاه اردنيه مفقوده في اعضاء موسكو اعضاء آه انحاء انحاء آه. انحاء آه. موسكو آه. <applause> انحاء يعني لغة بتختلف بتعرف تحكي اعضاء هي مش متعوده على العربي كثير والله قصه طب انت اكبر سني بس اكبر دوله وال اكبر عاصمه في العالم اكبر عاصمه دوله بتعرف انا بالجغرافيا انت جمد مخك <applause> طب عندك كم كلمه بدك تحكي يعني مرحبا مرحبا ممكن تحكي بريفيت بريفيت او ممكن تحكي زدرازفيتي الله احنا خلينا على الاولى بريفيت بري طب برنامج اصحاب تقدري برنامج ممكن صح أصحاب. هلأ اصحاب دروزيا م. ايش دروزيا دروزيا <تصفيق> <تصفيق> ايش كملي دي ب... كاك ديلا كاك دي يعني كيفك احكي لك اطول كلمه باللغه الروسيه واذا حكيتها يا خالد عزمتك على ايش ما بدك اه يلا جاهز؟ بسم الله راح اقسم لك اياها عشان تحاول تقراها اعطيني دستا بريمي تشات النستي شو هذا؟ هيك انت قسمتيها؟ جاي ها دستا انا تمام انت كيفك؟ لا جد دستا دستا بريمي تشات بريمي تشات تنستي تنستي دستا بريمي تشات النستي دستا بريمي تشات دنستي قربت قربت دستا بريمي تشات النستي دستا بريمي تشات دنستي دانا دستا بريمت شات جرب بس يا عمي انت بس حكي. تنطق بيحكي شو؟ طب انا ربحت؟ اخذت شيء؟ هلا هي هل صحن بطاطا لا احكي جرب يلا احكي دستا بريمة شات تنستي دستا بريمة شات تنستي تنستي بتعرفوا ايش معناها؟ حاسه اللي سبيتها علي لا يا زلمه مش اح... <applause> مش على التلفزيون ايش معناها؟ اثار احكي لي مسامحتك فيها تخيل <applause> انه <applause> كل هاي الكلمه معناها لو ما زبطت قعدتي اثار آه عزميتك عزميتك قربتها انك آه. آه. الحمد لله انت ما رح العز ما رحت يا جماعه انا صار معي موقف طب اسهل طب بدك هي. لما لك ازاز اي شيء بيجي <applause> حرام مسكين ناخذها ناخذها خلص عمر تيجي معنا عمر ما بده يجي عمر مش سامعنا عمر, عمر. عمر. آه عمر لا ما بده يجي انا والله صار معي موقف كثير موا... يا جماعه والله المواقف لا تنتهي مواقف الصعب هسه تقييمك للموقف خلينا نحكي بعد ما نخلص مش وانت بالموقف انت الموقف راح تشوف اي شيء بيصير معك صعب <applause> هاي بعطيكم <applause> والله انا اصبروا علي كم من حلقه احضروا لي بال... تقييمك <applause> للموقف رح يتغير بس انا من المواقف اللي بتذكرها صعبه اول ما سافرت ما حكيت عن السفر أوه. انا كانت والله محضر لكم شيء ثاني بس هيك خلص بتعرف النوتس بس كذا بدي اعطيكم قصه ارتجال اول ما سافرت على المانيا سافرت على بلد انت هيك معك ناس وبتعلم اللغه لحالك شكلك لحالي مش تعلم لغه حلو ورجعت واضح انه إيه. يعني القصه كانت كثير صعبه علي اول ما سافرت هناك كمية الهيك الاشياء، شو انا قاعد بالبيت اخوان كثار احنا وطالعين نازلين وبيت وغدا بنتغدى معه ايه كل اسم في عجق ببيتنا، فجأة صرت شخص وحيد لحالي هيك قاعد. يعني انا ما بدي احكي على الهوا بس خلص شوي اضل في انا عيطه شو عيطه يا حبيبي يا حبيبي الله هي الايام تنذكر وما تنعاد تنذكر خلي عيدك تنذكر وما تنعاد تنذكر وما تنعاد جد مش عيطت يعني مش يعني تعبت انه طب انا لا سمح الله لو صار في اي شيء ما حد بيعرف انا وين لا اذا دراما وين كوين شوي صراحه بس شوي بدي احكي لك شيء امي كانت ترن الله يسلم امي رني إمي على اوفر امي كانت ترن علي كيف هسه بترن علي بتطمن علي على غدا وهيك بترن علي كل يوم الساعه 6 الصبح ولا كل يوم الساعه 6 بترن علي المساء اه طب انا لا سمح الله صار معي شيء على ستة ونص ما راح تعرف الا ثاني يوم هيك كنت حاسبها ما انت ما تجذب لحالك هاي الطاقه كمان هي الطاقه موجوده هاي من المواقف صراحه الصعبه جدا يعني حتى رحت هناك شهرين ضلتني قاعد معي حطيت صوره الي على الحيط عشان احكي مع حدا اقسم بالله صارت فيي اول ما نقلت اول ما نقلت على عمان كنت مسمي الحيطان انه هذا مصطفى هذا احمد هذا والله واحكي معهم اسولف معهم لا أنا لا حطيت صوره يعني. انا بحكي مع لا أنا... <applause> أنا صعب لا صعبه عن جد صعبه صعب. صعب. طيب عمره صار معكم مواقف اضطريتوا انكم تصرخوا يعني انه صراخ لا 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 انا <applause> انا صراحه يعني ممكن مش مش متذكر كثير انا ما تحكي هلا خلينا نروح فاصل ونرجع لكم ورجعنا لكم بعد الفاصل، كنت لخالد خالد ودانا سؤال اذا عمرهم تعاملوا مع المواقف الصعبه بالصراخ، بس قبل ما تحكوا لي ايش المواقف اللي تعاملتوا معها بالصراخ، اكيد متعاملين مع المواقف بالصراخ، بحكي لكم انه كثير منا بمر بحاله من التوتر والقلق وعدم القدره على الاستجابه الفوريه للتعامل مع المواقف الصعبه، وحتى نتغلب على هاي الاشياء، شخص اسمها براغيا اجارول، يا رب اكون حكيت اسمها صح. مستحيل اسمها صح. <applause> يعني مستحيل لا مستحيل. خلص خلص هي ماشي. استاذه في مجال عدم المساواه الاجتماعيه والظلم بجامعه لوبورو برضو يا رب اكون حكيت <applause> <applause> رن <رمع تصفيق> على الجامعه <رمع. تصفيق> في بريطانيا طبعا هاي الجامعه تحكي انه الصراخ بيؤدي الى استجابه عصبيه جسديه لهيك لازم نطلق صراخ هاي المشاعر من خلال انه نصرخ <applause> انا صراحه من اسم الدكتوره اقتنعت انا صراحه راح اتعامل مع كل المواقف اللي صراحة. اصلا علي هيو بيحكي لي خلف الكواليس ما تصرخي دليل انه انا دائما بستجيب لهي الامور إيش شو للصرخ. عشان هيك شخصيتي يعني فتفوز هي دراسات بطاريه لك بس, بس ديك موقف صعب علي بحطك موقف صعب <applause> <تصف> دا دا علي بخليني ما اتعامل مع موقف بطريقه صح اللي هي الصراخ انا يعني لا علي ما بصرخ علي صراحه كل واحد بتعامل معه بالطريقه المناسبه انا شايف تعرضت <تصفح> 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 لهيك موقف صراحه انا كنت عن جد من الاشخاص اللي بضل صرخ وصرخ بس بعدين خلص انطفيت آه شو بتكون هيك يلا الله معك بطل في حيل انا صراحه كنت لما العب سله لاني كنت لاعبه سله كنت دائما اصرخ عشان كنت كابتن فريق كمان فدائما اصرخ دائما وين الطابه جيب الطابه ودي الطابه اه انت في الجيمز اكيد انا وانا بحضر مباريات اكيد بس مش موقف صعب عادي بكون بحضر مبسوط يعني بصرخ بس يجي جول او بصرخ بس, نوكل بس. طب انتوا بس, بس, بس يجي جول فينا. ليش بتصرخوا لما يفوت جول بس فهمني انا بضل صافي هاي لو تعبير عن الفرح خرجت والله تسمح لي اشرح لها هسه ولا <applause> ما بقدر هسا صار يعني المخرج ما راح يسمح لي اني اعطيك عشان بدي ثلاث ساعات وانا بشرح لك هذا الموضوع خلص لا 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 اقتنعت ليش بنصرخ ليش بنصرخ يعني ليه ما بنصرخ؟ بنطلع تيجي هيك يعني شيء هي بتحس هي انا مالي بالرياضه خلص انت هيك مرتاح تخيلي مثلا عاملين سيل زين مثلا اوكي بتروحي اول وحده هيك بتجيب على مودها <applause> على مودك <applause> انت وبس تشبيه وهيك اه شبه الماء في الابصر آه. شو لا, لا لا شبه لقد شبهت في <applause> <بقى تصفيق> طولي بالك يا ميسي انت كمان انا صراحه مواقف صعبه بالصراخ يعني ما عن جد مو في مواقف لازم واحد صراحه عليها يعني فقدان حدا هيك اه هي من غير شر يعني بعيد يعني آه. الشر على الجميع والناس اللي بنحبهم وكل حدا بتحبوه ان شاء الله بكون بصحه وسلامه بس هاي الاشياء اللي خلينا نحكي عنها يعني اه واحد ممكن يصرخ يفقد يفقد جد عقله حدا سرق مثلا سرقت شنطتي مني بدي اصرخ اكيد بقى. هاي الاشياء برضه فيها صراخ بس انا ضد الصراخ بشكل عام على اي شيء يعني زي مع كل شيء بتصرخ يعني انا اداني اليمين <تصف> بدها تغيير بعد الحلقه مش معقول تعيد. <تصفح> انا عشان ننجز <تصفح> يا خالد فضحني <تصفح> يعني هذا هذا بيننا ما تحكوا لحدا بس جد بتعرف كل خلص كلهم انت فضحته هو ضل في السر احكي بصوت واطي جد والله كان اسمع على سيره الصراخ بما انك انت ضد الصراخ عامل انت تقرير حلو أوه. بحايا تقرير بحايا. ضحايا بما انه تقرير طالع فيه ضحايا بنكهه حزينه بنكهه بنكهه حزينه تقرير خالد <applause> دائما <كامل. داماً تصفيق> تقارير خالد حلوه خلينا نروح نحضر تقرير خالد اللي هو ضحايا الملاعب نرجع لكم بغض النظر عن جمالية الرياضة ولكن في كثير حالات موت بسببها من لاعبين أثناء ممارستهم للعبة أو من جمهور وهم بيحضروا برياضتهم المفضلة اليوم راح أحكي كم قصة من قصص الضحايا للجماهير في الملاعب للرياضة الأكثر جماهيرية وراح نبلش من الأخير والجديد 174 ضحية و100 جريح صارت في مباراة من مباريات الدوري المحلي في أندونيسيا وقعت مأساة تحديدا في مدينة ملاجا شرق اندونيسيا، هاي المدينة اللي بتشهد باستمرار كوارث مرتبطة بمواجهة بين مشجعين كرة القدم. بلشت القصة لما اجتاح مشجعين نادي اريما اف سي ارض الملعب لنادي كونجروهان بعد ما خسر فريقهم 3-2 امام بيرسيابا سورابيا. وكانت هاي الخسارة الأولى بعد 20 عام لنادي اريما اف سي. لتدخل قوات الامن لفض الاشتباكات اللي وقعت بين مشجعين الفريقين. بعدين بدخل رئيس اندونيسيا وبيحكي انه راح نوقف الدوري لمده اسبوع، وكان هذا العام دموي برضه للكره المكسيكيه اللي في بدايه العام اعلنت رابطه الدوري المكسيكي لكره القدم تعليق منافسات الجوله التاسعه من مرحله الياب بالبطوله المحليه عقب احداث عنف داميه شهدت مباراه بين كورتاو واطلس بطل الموسم الماضي، وعند الدقيقه 62 من عمر المباراه اللي كانت على ملعب لكورة جوديه وكان فريق اطلس متقدم بهدف دون رد تم ايقاف المباراه بعد مقام الجمهور اصحاب الارض بشن هجوم على الجمهور المضيف ليصبح الشجار عنيف جدا على ارضيه الملعب اللي خلى الحكم يودي اللاعبين على السريع لغرفه خلع الملابس وانتشرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر تعرض بعض الناس لضرب قضبان حديد او ركل عنف ركل مخيف متكرر بالارجل وظهر اخرون على الارض بدون ولا حركه والدم بنزل منهم وللاسف كان في كثير كثير جثث على ارض الملعب الملعب المفروض يمارس لكره القدم وما انه بنحكي عن الموت والقتل فلازم نذكر مهد كره القدم المؤسسين انجلترا واللي عندهم قصص محزنه برضه ففي عام 1989 في بطوله كاس الاتحاد الانجليزي بين ليفربول ونوتنغهام فورست وتحديدا في ملعب هيلزبرو في مدينه شيفيلد حاولت الشرطه تنظم دخول المشجعين على ارضيه الملعب وطلبوا من الاتحاد الانجليزي تاجيل المباراه لمده نصف ساعه ولكن الاتحاد رفض هذا الشيء وصار مدفع ودفع بين الجمهور وكلهم صار بعض وادى الى موت 96 مشجع واصابه 766 منهم واللي بتذكرنا برضه بكارثه كمان صارت في انجلترا في عام 1946 كان في اكثر من 85 الف مشجع في ملعب براند بارك بيحضروا مباراه بين نادي بولتون ونادي ستوك وبسبب عدد كبير اضطر الجمهور لانهم ينزلوا على ارضيه الملعب والحكم برضه اضطر انه يوقف المباراه بعد ما عرف انه في حاله وفاه واحده بس كان يفكر طلع فيه 33 حاله وفاه و400 جريح وعلى ام الكره اللي بسميها البرازيل وتحديدا في عام 1992 في ملعب الماركانا في الدوري المحلي انهار احدى الحواجز الرابط بين الجزء السفلي والعلوي المدرج وسقط على مشجعين وادى الوفاة خمس مشجعين كره قدم حتى الكره العربيه ما سلمت من هاي المواضيع والقصص الصعبه والحزينه جدا في حادثه بورسعيد في مصر سنه 2012 اللي راح ضحيتها 72 قتيل واللي كانت في الدوري المحلي المصري بين فريقين الاهلي والمصري استخدم فيها الحجاره، قزاز، العاب ناريه، صار من اكبر الكوارث اللي بتصير في تاريخ الكره الرياضيه المصريه نتج عنها توقف للدوري المحلي لفتره طويله من الزمن وابعاد الجمهور عن حضور المباريات في الدوري المصري وهي الحادثه صارت راي عام وتدخل فيها القضاء وتم القاء القبض على المسببين والحكم عليهم وفي النهايه كره القدم وجدت عشان تبسط الناس وتفرحهم خاصه في الاوقات الصعبه واللي بتوحد الجمهور من وين ما كان لو كنت من اليابان من روسيا من السعوديه من الاردن من امريكا والارجنتين كلهم بيجتمعوا في تشجيع نادي واحد فما تخلوا الحب يقتل <تصفيق> <تصفيق> قبل ما تسالوني اي شيء قبل ما بلش اي نقاش هذا بعد اللي صار بملعب اندونيسيا بعد ما صورنا كمان تقرير هذا الملعب الرئيسي امروا بهدم الملعب وبناؤه من جديد عشان يكون اكثر امانا وسلامه للجمهور طبعا هذا كله بالتعاون مع الفيفا فاللي بس يسال يسال انا بفكر هذا الحكي بس عنا والله تعرفي مم. انه محليا في طفل في المباراه الاخيره اه شفت عشان هيك انا انصدمت بتحكي لي بدول يعني المفروض ما بعرف صراحه يعني دائما بتسال انه ليه هالقد يعني انا مثلا بشجع رياضه عادي بس ما يعني اللي بشجع الرياضه لازم جد يكون عنده روح رياضيه صراحه ايه انا بوافق إيه؟ الروح الرياضيه اكيد لازم تكون موجوده والها يعني مش وانت بتلعب الروح الرياضيه تعطي الكره انه يجي فيه لا, يعني داخل المباراه مم. انت بتلعب جد بس بعد المباراة يعني ليش تصير هاي الخلافات؟ صح بصراحة طب. بالاخر احنا كلياتنا بنشجع مع بعض عشان ننبسط ونطلع من ضغوطات حياتنا فيعني في هي شيء يعني كم حرام. يعني بالنسبة لي هاي الشغلات كماليات بالحياة يعني شيء فور فن أيوة. انك تشجع يعني حرام والله الاشي صح. كثير صعب انه انت رايح تحضر تستمتع ترجع ميت شفته تموت تموت طبعا جد خالد في هيك ارقام بتموت عن جد يعني هاي الاشياء تقرير هيك كمان احنا يعني اخذنا خلينا نحكي اخذنا اشياء كثير وغصنا بس في كمان اشياء احنا ما بنعرف بوجودها صارت ناس ماتوا مم. فيعني والله طب خالد لو سمحتوا ديروا بالكم جد إيه ايش ما كانت اسمها رياضه واحنا رايحين نتسلى انا تمام انا ما عندي روح رياضيه كثير بس انا بيني نفسي ما بروح فجأة واحد يحكي معي بروح بضربه لا هلا شوف صراحه انا مو من عشاق اللعبه كثير بس عن جد لازم تحس يكون عنده ز... لا لا. عنا ثقافة تقبل الخسارة من... لا خلص بدك عليّ علي لا لا عجبتني <تصفيق> <حس> <تصفيق> عن جد لازم يكون عنا ثقافة تقبل الخسارة صح حس هون ما عنا انه خلص خسرت يا الله انا حدا فاشل انا, أنا. وبينكدوا ايام وهي انا عندي سؤال دائما عندي سؤال دائما هيك بتجيني إيه كيف ممكن او برايك يعني عشان رايك, <applause> رأيك, رأيك برايك كيف ممكن نسيطر على الشغب اللي بيصير بعد المباريات؟ انا بعد برايك شفت عدلت الجلسه <applause> خلص بعد برايك هيك <applause> اعمل يعني صراحه في كثير حلول اول شيء بدك تحكي محليا احنا بنحكي محليا دوليا نحكي محلياً. محليا بالاخر احنا كلياتنا بنلعب على اسم منتخب واحد بالاخر هم اللعيبه اصحاب اصلا يعني صح. صاروا يجيبوا لنا فيديوهات للعيبه وهم بيسلموا على بعض واحضروا بعض انه هي يطلعوا هم بيسلموا بحبوا بعض هم مع بعض عادي ليش احنا بنتطاوش وممكن عادي يكون صاحبك انت وياه هيك هو بشجع نادي معين وانت صار. نادي تروح تتطاوش فمحليا ناس تنتبه هاي الاشياء يعني اصحاب هم اصحاب حتى برا هم اصحاب بيقعدوا مع بعض وعادي بيتعاملوا داخل الملعب اللي بيصير داخل الملعب يضلوا جوا الملعب كيف اللي لا وبحس خالد كمان مثلا النظام اللي في الملعب وكل هاي التفاصيل يعني انا مثلا لما رحت حضرت كاس العرب بقطر كان ولا غلطه من التفتيش على مثلا اذا معه اسلحه معه شغلات زي هيك تفتيش نفس كيف دخول الملعب والخروج من الملعب يعني انا مثلا بشوف في ملاعب كثير جمهور بيرموا شغلات على اللعيبه فهي الشغله حتى ممنوع مي ممنوع يدخلوا اي شيء من جوا اه يعني فنظام نفس جوا الملعب كمان لازم يتحسن هسه من الاشياء اللي لازم تتحسن التفتيش اكيد لازم م. التفتيش الناس مرات ممكن تد... لازم تفتيش عشان انت ما بتعرف كل نوايا الناس ممكن هذا كويس هذا مش كويس هذا شو جاي يعمل شو نيته اصلا من بالمباراه والإشي الثاني خلينا نحكي عدد الابواب انا هذا الشيء بالفت وجهه نظري انه يعني بلفت وجهه نظري صرت زيك هيك سبحان الله بالفتني يعني انه عدد الابواب هل فعليا يكون في باب واحد بيدخل منه كل الجمهور طب والله بزبط. صعب طب صح. والله العظيم هم اكيد راح يصيروا يتدافشوا بس يكون في كل مثلا كم متر في باب كل كم متر في حمام هاي الاشياء اللي خلينا نحكي تساعد وبتخلي الموضوع منظم اكثر واكثر كمان مره اكثر واكيد ما رح ننسى لانه الشباب غير زين بتوفر خطوط جيلنا للشباب خطوط جيلنا للشباب بعروضها المميزه والمخصصه للفئه العمريه من 18 لا 28 29 29, 29. 29. ركز الحمد لله الحمد لله 29 معنا م... وقت معنا وقت خلص في وقت تتوفر باشتراك مدفوع مسبقا بحزمه 20 جيجا بايت انترنت مكالمات ورسائل لا تنسوا تغيروا خطوطكم لا <applause> محليه غير محدوده كل هاي سمعانتكم كل هاي المميزات باشتراك شهري بس ب دنانير يا عيني ولمعلومات اكتر بتقدروا تتواصلوا مع زين على الرقم واحد 2 3 اربعه لمشتركي زين وصفر سبعه تسعه خمسه سبعه تسعه سبعه تسعه, سبعة تسعة لغير مشتركي زين اللي عقولة هبه ان شاء الله بصيروا مشتركين عقولة عمر هاي مبدئيا بس كملي <applause> كلام منقول المهم او بتقدروا تروحوا تزوروا معارض زين المنتشره بجميع انحاء المملكه الاردنيه الهاشميه لازم نحط اللمسه تبعتنا زين <applause> عالم جميل <تصفيق> <تصفيق> دين 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 دين. مع أيام تبعتنا تكون جميله نروح لفاصل وبنرجع مع أصحاب. ورجعنا بعد الفاصل برعاية شركة زين مواقف صعبة ممكن تخلينا نتوقف ونفكر أو نتأخر باتخاذ قرار معين كيف نتعامل معه والوقت المناسب إلى أكيد لنحكي أكثر عن كيفية التعامل مع المواقف الصعبة بدنا خالد اليوم تحكي لنا قصة قصة هيك موقف ويهي. صعب صار معك موضوع صعب قصة صعبة صار والله كثير بس خطر ببالي هسه قصة عزيز المتابع راح احكي لك ياها بضلها بيننا ما طلع على حدا قال بضلها بيننا القصه انه مره من هالمرات وانا صغير كنت انا شخص يعني بحب العب كره اولاد عمي ما بيحبوا فكنت حاسس حالي دائما منبوذ بينهم جد منبوذ يعني انه اه بدهم خلص كبروا هم راحوا مثلا اول ثانوي هذا صغير اول ثانوي عادي صح؟ اول ثانوي صغير هم انا بدي العب كره وهم لا بدنا نطلع بدنا نروح على كافيهات وهيك فكانت قصه لهسا ماثره في والله معايا. انا اثرت فيني انا اثرت فيني <applause> لهيك راح تنضم معانا المعالجه النفسيه ضحى العواطف نورتينا <applause> مره ثانيه واهلا وسهلا فيك شكرا شكرا راح ادخل يعني على السريع نبلش باول سؤال ما راح نلفلف وهيك عمرها واجهتك اي مشكله يعني انت تعرضت لموقف ابدا الحياه سهله عندك كلياتنا كل اكيد واجهنا مواقف صعبه ويعني دائما كل واحد مشكلته بتكون بشوفها اكبر مصيبه بالدنيا بس انا عن جد عن جد عشان احكي هلا يعني بعد خبره وبعد عمر بحكي انه الموقف ما بصنفه صعب مية بالمية انه عن جد صعب خلص يعني الا بفقد شخص عزيز هذا اصعب موقف لانه ما إله حل يعني ما بتقدر ترجع لي راح بس طبعا في طريقه انه الواحد يتعامل ويمشي حياته بس كل المواقف إلها حلول صح طيب آه ضحى كيف ممكن مثلا تتعاملي مع الموقف الصعب؟ شوفي أنا من الناس اللي بالنسبة لي إنه إذا بيواجهني موقف صعب دائما دائما بتجرد من المشاعر بوقتها إنه خلص موقف صعب هلا أكيد أكيد بتضايق بس بحط المشاعر على جنب يعني دائما الحل أولا والانهيار لاحقا آه. فأول اشي بحاول أدور على حلول يعني مثلا أعطيكم مثال إذا اليوم مثلا تروحت من شغلي لا سمح الله <applause> حتى إحلى. إذا احنا يا رب ما <تصفيق> <تصفيق> اكيد الواحد يعني يعني خاصة إذا الواحد عنده مسؤوليات والتزامات يعني هي مصيبة مش, مش 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 إشي سهل أبداً بس شو الواحد بده يعمل خلص هذا اللي صار يقعد ويندب حظه وتتراكم عليه المسؤوليات والالتزامات ولا يبلش يدور على حلول لا يبلش يدور على حلول اكيد فمثلا ببلش انه شو بدي اعمل بدور على شغل اذا بيئه عملي ومجال شغلي مثلا بده فيه كتير منافسه بده انجازات ممكن اخذ شهادات اكثر ممكن حولي. خلال ما انا عم بدرس انه اروح اشتغل بشيء ما له دخل بس انه بدي امشي حياتي لا حالي بس مش بس الحي حالي بدي يعني عندي التزامات عندي, الاتزامات. عندي, الاتزامات. عندي صح كذا صح بدي ادبر اموري طبعاً. وبدي خلص افصل السيستم الحياه تبعي على ميزانيتي الجديده هذا الموجود يعني الواحد بده يتكيف الناس بحس دائما الواحد بصير معه اي موقف بس حاله ليه انا بصير بده يعرف هذا الجو احنا اشطر ناس بليه انا هذا هذا شيء سيء ففي تعامل <applause> معين لهدول الاشخاص اصلا طبعا هلا احنا دائما بنحب نصنف حالنا الضحيه هلا ممكن الواحد فعلا يكون ضحيه بس مش معقول يضله يعني ضحيه طول عمره يعني او مثلا بيقول لك انه انا اكيد محسود اكيد انا معمول لي عمل انه ليش هيك بضل يصير هو الواحد يعني في في بعض الاحيان انه اذا بتطلع على حاله ممكن ينصدم يشوف انه عن جد ما فيش شيء ينحسد عليه يعني صح <applause> الصدمه الكبرى كمان انا عندي هيك موضوع صغير حب اشارككم اياه يعني احنا قاعدين إيه الموضوع بقول. انه ممكن تغيير الناس اللي حواليك يعني اذا غيرت انا مثلا دائما بقعد مع اصحابي بحكي له اه انا بروح مثلا بصور حلقه بعمل هيك آه. إذا غيرت الناس رح يكون اه عن جد بتصور حلقة اه مصبوع. انه خلص مش متعودين أيوة عليك فانت بتحس انك في منه هذا الحكي هذا موضوع آه. بيعالجني انا انه والله بحكي مع هذا ما بيعالجك هذا بيعالج الايجو تبعك انه مش مش, تحس مش بال مش معا... والله بس مش قصدي هيك اه شوي والله مش لا لا انه الموضوع انه انا بحس حالي مش منجز قاعد انه يعني أنا بعمل وأحاول بس أوه أنا واللي حوالي آه طيب ماشي إحنا عارفين مع ما هو هاي نقطة تانية إنه أنا مش لازم أخلي الرضا عن نفسي مربوط بنظرة الناس اللي حولي, حولي. هاي, هاي كثير مهمه هاي احسن من انت إيه. تكون ماشي انت تكون راضي عن نفسك وانت عن جد مقتنع باللي انت بتعمله وشايفه قد يعني قد الدنيا قد احنا بنشوف ناس وبنعجب فيهم احنا البنات خاصه انه هاي يا الله ما احلى شكلها هاي يا الله ما بعرف شو طب ليه ما احنا نكون بي بنظر حالنا احنا احسن ناس بالنسبه لنا في احسن منا اكيد بس انت بنظر حالك لما تطلع على حالك قول انا ماي نمبر 1 معيارك انا بحب حالي اه يعني هيك بالضبط صح هلا بالنسبه لانه الواحد ضحيه وكذا يعني ما بعرف انا الناس كثير بصير يقول لك زي ما قلت لك انه مثلا انا معمول لي عمل انا محسود انا كذا والواحد دائما مثلا هدول اكثر الناس اللي بضلهم يوقعوا بنفس الغلط او نفس المصيبه بتتكرر معهم لما تصير الشغله بالطريقه النمطيه هاي لا هون انا بدي اعمل باوز أطلع على حالي انا ليش ب... بستقطب هذا النوع من المشاكل دائما نفس المشكله او ليش مثلا هذا النوع من الاشخاص في مشكله بيكون انا عندي تروما صدمه هاي بتروح بالعلاج النفسي بس احيانا بيوصل هذا الموضوع للانهيار صراحه بتلاقي في عالم منهاره فكيف مثلا ممكن انه نساعدهم او مثلا هلا لما بتصير المصيبه او بصير هي باي ذا وي يعني يعني هو الموقف الصعب ممكن يكون شيء ايجابي وممكن يكون شيء سلبي مم. اي قرار مصيري بغير الحياه تغيير جذري هو موقف صعب سواء للاحسن او للاسوء يعني بس احنا عم نحكي عن المواقف اللي السلبيه اكيد آه. هلا الانهيار اه هلا الانهيار كيف بيكون انا بالنسبه لي دائما بحط له مده زمنيه يعني مثلا اول شيء الحل بدي ادور على الحل امن الحل وبعدين لازم احزن لانه احنا كلنا بني ادمين بالاخر مش معمولين من حجر ولازم نطلع المشاعر السلبيه لانها لو ما طلعت بتعمل امراض يعني ممكن انها تصير امراض عضويه، يعني الاورجنز يمرضوا، اكتئاب الى اخره. بزبوط. حتى من دراستي انا ماريسا بير هي اللي عملت الكورس بتقول: what doesn't express itself in tears, the feeling that doesn't express itself in tears will cause other organs to weep، يعني الشعور اللي ما بفسر نفسه او الحزن اللي ما بيطلع على شكل دموع، رح يخلي اعضاء ثانيه تبكي. طب. فلا لازم نعطي طب. وقت، بس كل مشكله على حسب كبرها، يعني مثلا بعطي عن جد وقت يعني خلص مم. ضحى معك ساعتين تحزني مثلا نفرض عملت حادث سير مم. انا بالنسبه لي, لي السياره عباره عن كومه حديد يعني بتوصلني من اي لبي ما بالحديد ولا بال بالعبيد هي بس الواحد لانه بتعطل بتضايق انه صح. بدي اوصل بدي اجيب بدي كذا فهي بايخه يعني بس الحلول انه خلص بحط براسي انه الحل هلا بدي اودي السياره على التصحيح بدي اتعطل اسبوعين زمن في تكاسي في اوبر في كريم في كتير اوبشنز انه ممكن انه الواحد يعملها وممكن الواحد يمشي اذا مشواره قصير يعني طيب. هذا الموجود يعني بده يدبر طيب. حاله بالاسبوعين طيب. وبده يرضى طيب. وخلص يبطل يتأفف هيني لقيت الحل بقول اوكي عن جد انه انخضيت من الحادث او خفت يلا معك ساعتين خفتي كثير جعبالك تبكي ابكي بدك تنتفي شعرك نتفي شعرك بس معك ساعتين بعد الساعتين هدول ما تذكر الموضوع انتهى الموضوع طيب ضحى لان احنا كنا بصير معنا مواقف خلص يا خالد فكي خلص في خلص سمحت لي خلص, خلص سمحت اوكي لي. <applause> كنا بصير معنا مواقف وشغلات هيك بتضل مأثره فينا في مره يعني اكيد صار معك موقف مواقف يعني مواقف <applause> في موقف معين اثر فيك عن جد حسيتي انه انه خلص خضك هذه طبعا طبعا موقف له يعني هو زمان بس لهسه ممكن انه لو صار اي شيء قريب عليك يعني تلقى اكيد وفاه ستي انا لهلا آه. بتاثر آه. علي ولما بفكر فيها عن جد بتضايق بس انا دائما بحكي لحالي انه علاقه الشخص بالميت ما بتنتهي لانه مات آه احنا لسه بنقدر نعمل منيح باسمه بنقدر يعني في اشياء الواحد بيقدر انه هيك صحيح. بس بنشتاق لهم يعني أكيد. بس هي بنشتاق انا لو عرفت صاحب إلي م. يعني عنده هيك اشياء شيء نفسي او آه. كيف ممكن انا كخالد أساعده ما حدا بتقدر تساعده الا اذا هو بده يساعد نفسه سالوني انا <applause> ما بنقدر ما بنقدر لا لازم هو, يوعى يدي. انه انا عندي مشكله هذا ثلثين الحل اذا هو وعي انه عنده مشكله هذا عن جد ثلثين الحل يعني كان... بس قد ما تحاول تغير بالشخص وقد ما انه عنده هاي المشكله وخليني انا اعطيه حب بلا وعي عشان انا اغيره وكذا على الفاضي ابدا صراحة أنا كنت أفكر لا بقدر أحل الموضوع لا أنا بقول إنه يعني أنا من وجهة ممكن نظري جرب تحكي يعني بجرب يعني. هو حسب هو شخصيته إذا هو جد استقبل مني ولا صح لا. ما هو رح يوعى يمكن بس أنت توعى بس أنا يعني, يعني يمكن كصديق انت لازم أجرب هيك أنا جرب بعتبرها جرب. إنه أحكي آه اسمع أعمل هيك حاول تنصحه يعني أيوة يعني توقف. احكي لي معه. شو بصير معك <applause> لك <لي> المرة الجاية بالضبط ولا لا آه إيش أنت لي بدك تسأليني ولا خلص؟ سؤال هاي خلصتنا بالموضوع لي خالد مجال أسأل حالي. لا والله اذا بدك تسالي تسالي, خلص خلص انا جايب معي دفتر عشان اكتب اي ملاحظات <applause> بدي <شفتو بس> <applause> بدي اعالج اصحابي كلهم شكرا ضحى كثير غلبناكي معنا وشكرا عم. على المعلومات الكثير يعني بنتمنى انكم استفدتوا وتمشوا على هاي الاشياء وبس يعطيكم الف عافيه ونطلع نطلع فاصل يعطيكم العافيه مبسوطين بشوفكم مع ضحى ما شاء الله بعد التقارير اللي انا مش فيها الفقرات اللي انا مش فيها بتنبسطوا لا ما لنا غناء ولا لا بالريش تبعك اليوم انا الوضع ما لنا غناء عاملة عامل فقره بم... عامله تقرير دانا على كل حال على لبسة ب 20 دينار بزياده يا رب ما يكون في ريش لا هاي بعشق هاي يا رب يكون فيها <applause> ريش لا لا مو خلينا نشوف تقرير دانا نشوف تقرير دانا ونرجع لكم قصتي الصريحة كنت قاعدة عم قلب بهالتلفزيون وبين هالمحطات ومستجمة وبزرفسته فستق وخلص يعني يوم عطلة وقاعدة على حش وأكل وإز وأنا عم قلب بيطلع بوشي عرض أزياء خريف 2022 قلت لحالي ليش ما يكون عندي أنا أزياء خريف بس لدانا 2023 فقررت وحزمت الأمتعة أنه خلص بدي أنزل وأشتري نفس الشيء وبما أنه فايتين على فصل الخريف وألوان الخريف والشتاء معروفين كلهم بيجيات وأسود ورمادي تحمست بصراحة اشتري نفس الأواعي شفتهم يا ترى معقول في منهم بالاردن وقررت دغري انزل على السوق ولاقي منهم بس لحظة شوي مو بنفس السعر طبعا تحديت لاقي نفس القطع بس ب 20 دينار وعن جد نزلت وقررت انزل على جبل عمان طبعا دورت هون وهون, وهون. اخر شيء وصلت على هذا المحل فتت وعم دور هيك وهيك شو رايكم يلا ندور بهديك الزاويه بتلاقوا نفس البنطلون ونفس الكنزه اللي انا بدي اياها لا هيك كثير نفس الجاكيت كمان حتى الشنطه لا مستحيل يا سلام لقيت نفس القطعه اللي انا بدي اياها اوف معقول لقيت كل شيء بنفس المحل يوي والله انا محظوظه طيب يلا خليني فوت غير لبستي شوفوا لي هاللبسه لك نفسها نفسها تقولوا عن جد خنطق منطق نفسها خليني اروح حاسب واطلع يلا يا ام الدين ورجيني امي يا الاضواء علي يا عين وهي النظاره يلا باي دنا اجراباتك من وين كانوا؟ من هيك على السريع اول سؤال طب خلينا تاخذ دفعه زوم ان على الاجراء انت شفت بعدين رجلي كيف عامله هيك؟ ليه؟ والله يا عمي انا بحب هيك حط لقطات هيك ليه ما بتاخذينا معاكي بما انه ب 20 دينار جابت بس, بس بس تخيل مع شنته كله من نفس المحل تركت <تتتركت> كل شيء وركزت على الشنطة لا انا ما هو انه اخر شيء انصدمت انه الشنطة موجوده فعجبتني كوت م. الشتاء شفته كله ب فكرتك رح تيجي فيها ترى اللبس لا هذيك خليتها الحلقه الجايه جد؟ <تتتت> لا طبعا لطلعاتي ليش ليش, تخلي؟ ليش البسها يعني هون بحطها هيك بوشك عاد انا شايف انا تشتغلي بويش. لي ايش يسموهم هدول اللي بيلبسوا سمسارة اللي عقارات فستان ال... ما بعرف انت جاي تسالي الشخص هي اللي بتلبس الناس هاي شو اسمها؟ احنا فاهمين احنا فاهمين آه. لازم تصير تلبسينا وعامله لبسه ب 20 دينار طب ما تشتغلي معنا بعمان تي في 20 دينار طب في رجالي في رجالي والله في بس <applause> هذا يغوص لتحت بقى في هيك نزلة يضل غايص لتحت طب دانا اسمع دانا بحسها عندها مراء انا مثلا قبل ما اروح المول بشوف ايش بدي اشتري اونلاين مثلا بفتح المحل اسم المحل بدور على الاشي اللي بدي اشتريه بروح باخده بطلع. ما عندها مراء وتقيس بتحبي تدخلي هيك تلفلفي و... صح بتحبي تلفلفي يعني شوف مو كثير بس صراحه يعني خلص حطيت الفكره براسي انه بدي اجيب ب 20 دينار بس تخيل كم ساعه كم ساعه اخذ معك الوقت هذا ما خلينيش احكي بس موضوع نسوان يا زلمه موضوع اوعي طيب انا بدي اسال عادي انت لازم يطلعوك هلا برا انا ودانا بنحكي كم دان كم ساعة أخذ معك الوقت؟ يعني حلو. خمس ساعات خمس ساعات تعرف ب 27 دينار؟ هي. جد؟ طب تاخذي ده. أواعي من أختك أو أمك؟ أكيد ويه. تعرف إنه عن جد هلا موضة زمان صارت هلا موضة؟ هذا أكبر مثال الريش النفنوفة والله هي موضة ردي آه. أنتفلك ريشة وأطلق لك خالد من أول حلقة مش حبيب. مش. يعني. ونحط هيك طاووس براسك مش وريشة. صراحة مش فاهم الموضة، هسا ممكن الموضة واحدة سؤال حلو ممكن الموضة حدا ما يفهمها؟ زيك يعني شو؟ الله صراحه يعني, يعني زي ما احنا ما بنفهم تقارير عمر بالفن يعني اه بس هيك يعني انت اليوم اسم الله غير استاذ ما فيش داعي للموضه طلع يا بسم الله ما شاء الله كيف الله, الله. حي الله خلص مع مع اني مش شايف الالوان كنت اسمع بتكون مش شايف <applause> تعال هيك روحوا تعال يعني يلا اسمعوا اجرب طلع يا يا اظن مغبره اوام بديش خلص هيك هيك كيف بالله ستايل ما انك ستايل في 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 كم كومنت ولا لا يا هبه صراحه كم. صراحه شي يعني بيخص صفر امزح خالد صفر بديش اضحك صراحه ما راح اضحك على اي شيء هاي اللبس غالب <تصفح> غالب هاي اللبس لعمر تحسها فن هيك انه استاذ فن هو لبسني ايه تحسي استاذ موسيقى اه والله هيك هاي كويس انه وقفت على استاذ موسيقى فكرت حالي جرسون مثلا بيزبط والله احنا هينا نازلين يلا نازلين بس حلوه لا والله حلوه حلوه حلو. اسم أ... الله اسم الله عليه أيوه لا خالد لا غالب واضح واضح <applause> كثير انه انت كثير مستمتعه باللبسه طب عندي سؤال لك بس تروحي جد تشتري اشي كم باخذ معاك المشوار عادي بشيء طبيعي مش لها انه رايحه تشتري غرض من هون عادي روحتي على المول بكون مثلا يلا انا رايحه اليوم اكتيفيتي تبعتي رايحه على المول على انا مو يعني بس انه ممكن عن جد ياخذ ست ساعات وان جد والله يعني شيء عن جد هيك بغير نفسيتي مثل ما انت ماتش الفوتبول بغير انا ماتش ماتش هاي محا كل ما اديت فلوس ترفع النفوس الله عليها تسلم ايديها شايف <applause> والله, شاي. والله انتم صايرين حكماء. حكماء حكماء العربي بعيط بوع ايش هي <applause> حكي حكي شو حكي مين؟ احكام مين مين احنا عشان بديش ابين أن انا يعني امي بدرس عربي فمش حلو <applause> خاطر لا تحضري الحلقه ابدا ما ما ابدا بنوك طب ايش والله جماعة هاي الجملة حكيم اه حكيمتان إيه؟ لغتي العربية. <applause> العربية لغتي العربية <applause> الحمد لله رب العالمين أم... امي ما طلعت بسواد الوجه وحكت انه كويس اني خلفته اعطي المايك لدانا بحكي طيب. طيب. عن جد <applause> خليني احكي مشان الله يا ابوي إيه خلص طيب, طيب. بنهاية مشوارنا لليوم نشكر كل يلي تابعونا على شاشة عمان تي في بذكركم انه كل الفيديوهات اللي شفتوها رح تكون على صفحات عمان تي في على الفيسبوك إنستغرام واليوتيوب يعني احضرونا اكثر شوفونا اكثر عشان نعرف من نجم الشهر نلتقي كل احد واثنين وثلاثاء الساعه السابعه باي <applause> 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 <applause>